السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة طبعاً من برنامجكم اليومي، برنامج حياتنا اللي يجيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7. هذا البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على المواضيع المهمة والتغطيات المميزة لبلادنا الحبيبة قطر وللمجتمع القطري أيضاً. بداية أحب أمسي على أخوي وزميلي نايف مسلماني، مساك الله بالخير أخوي نايف. مسيك بالنور والسعادة أخوي محمد ومشاهدينا، وأكيد إحنا إن شاء الله مجهزين لكم أخبار وبرامج جميلة وفقرات، ونبدأها معكم بخبرنا لهذا اليوم، حيث شهد مسرح الدراما في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة مساء أمس لقاء بين سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام وكتاب الدراما والمخرجين والمنتجين، وذلك من أجل التباحث معهم للوصول إلى إمكانية طرح أفكار درامية تصلح للإنتاج التلفزيوني وذلك لإثراء الشاشة القطرية. أكيد أخوي نايف، واستهل سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني اللقاء الذي أداره الإعلامي تيسير عبد الله بالترحيب بالجميع، مؤكدا أن اللقاء يأتي للتواصل مع المنتجين من كتاب الدراما والمخرجين والفنانين لبناء جسور التواصل والتعاون المشترك. مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر حول اللقاء نتابعها في هذا التقرير. هذا اللقاء وشيء تعرف على الكتاب والمنتجين والمخرجين القطريين ومد جسور التعاون معاهم وفتح الباب لأي يعني بادرة أو مشروع في المستقبل. طبعا تكلمنا بشكل أكبر عن المعايير يعني اللي لازم تكون عليها العمل الدرامي أو العمل التلفزيوني، ولكن حتى مع السلبيات في أشياء يعني إحنا شعب كريم، شعب نرحب بالضيف، نبر بأهلنا ونساعد الفقراء، عندنا ناس جديين وعندنا ناس مخترعين وعندنا ناس بنائين. ده بيركز يعني في المواضيع اللي تهم المجتمع القطري والمقيمين على معانا في المجتمع القطري، نبي زرع قيم. الأعمال الدرامية هي تنقل رسائل غير مباشرة يعني للعالم عن البيئة اللي تمثلها هذه المنطقة، سواء كانت عادات أو تقاليد أو ثقافة أو دين. فالرسالة لازم تكون رسالة جميلة. عملك يتكلم عنك، فالرسالة الغير مباشرة هذه هي اللي نبي نشوفها أكثر شيء في صناعة المحتوى. احنا شفنا كثير من الدول كان مستواها الدرامي كان متواضع جدا، والحين وصلت مستوى يعني قامت تتصدر خارج حدودها، وكل الثقافات يعني شفنا المسلسلات التركية والكورية والبرازيلية لو ما كانت متقبلة من الثقافات الأخرى وما كانت جيدة بهالطريقة ما كان تم تسويقها. أكيد هالشيء مش صعب علينا، يعني احنا ودنا نسوي يعني حتى يعني مسابقه للجميع يعني يدخلون فيها في احسن عمل درامي. يعني ودنا ان الجميع الشباب الموجودين خاصه الكتاب حتى لو اشتغلتوا في ورش، احنا قنواتنا مفتوحه للجميع. اهم شيء انه يكون في عمل مرضي وعمل يرقى للتنفيذ. يعني الآن راح نجمع كل الأفكار سواء كان درامية أو البرامجية، سواء كان للكبار أو للصغار أو تاريخي أو أي نمط درامي موجود نرحب فيها الأفكار. طبعاً على طول بعدين تكون خاضعة الأفكار هذه للدراسة وإمكانية تنفيذها وإنتاجها. آلية التعامل مع شركات بين شركات الإنتاج والمؤسسة القطرية للإنتاج راح تكون إن شاء الله فيها أكثر سلاسة وأكثر سهولة. حقيقة مبادرة الشيخ عبد العزيز مبادرة جداً إيجابية في التواصل مع الجيل الجديد من الكتاب
والمخرجين، واحنا فخورين حقيقة برأي الشيخ عبد العزيز، عنده نهج واضح، عنده رؤية مستقبلية، وأشارك التفاؤل بالنتاج يكون أفضل إن شاء الله. طبعاً الاجتماع كان جداً مثمر، ونتمنى أن هذه اللقاءات تكون موجودة حتى تكون في قنوات تواصل بيننا وبين التلفزيون. أنا أعتقد هي بادرة أولى، وضحت كثير من الأمور للمنتجين وللكتاب حتى أن يكونون متعاونين بعض كعمل ورش وكإنتاج الأعمال، شنو اللي المرحلة الجاية اللي راح تقدم من خلال شاشة تلفزيون قطر. احنا لازم نحاول ونجرب ونطلع بافكار مختلفه وافكار جديده، هذا الشيء راح يساهم اساسا في خلق نوع جديد من الفن اللي احنا حابين نوصله ويكون موجود عندنا في قطر. احنا قاعدين نشوف الدول الثانيه المتقدمه علينا في الفنون عندهم افكار جديده، افكار حلوه جدا، الكل قاعد يتابعها حاليا، ولكن احنا ايضا عندنا هاي القدره، ولكن احنا اللي محتاجينه من الجميع، مو بس الشباب، نحدد الشباب، لا، من الجميع ان يفكرون بطريقه انهم يطلعون خارج هذا الصندوق. في قطر هناك نوع واحد، احنا ماشيين في النوع الاجتماعي، مركزين على القضايا الاجتماعية، ولكن هناك أساسا قضايا مختلفة. احنا ممكن راح نتكلم في مقالوا في الندوة، ممكن نتكلم عن الطب، عن الدكاترة، عن الهاي، هذا اللي بعد عندهم قضايا، احنا ممكن نروح لقضايا مختلفة، قضايا سواء كانت هذه القضايا إيجابية أو سلبية، احنا ممكن نطلع من خلال هذه الأعمال اساسا التطور اللي وصلت لقطر، شنو الاشياء الايجابيه اللي وصلت لقطر، شنو قدمت وشنو مخططه للمستقبل. يعني احنا ممكن حتى نقدم كعمل درامي يتكلم عن رؤيه المستقبل لقطر. إذن عودة لكم مشاهدينا الكرام، وبادرة مميزة من المؤسسة القطرية للإعلام باللقاء المفتوح الجميل الذي حصل ما بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة والكتاب والمنتجين والمخرجين الشباب. يعني بشكل شخصي حضرت هذا اللقاء المفتوح وكان بصراحة مميز، وكان في أخذ وعطاء وكذلك في تقارب بالنسبة للأفكار. بإذن الله يعني نتوقع أن نرى سبل تطوير أكثر، وكذلك المخرجات بإذن الله في المستقبل القريب. يعني مثل ما ذكر سعادة الشيخ بأن توجد دول كانت بمراحل معينة وانتقلت إلى مراحل أخرى في الإنتاج الدرامي، ولسنا عاجزين عن ذلك، وبإذن الله نتوقع الأفضل القريب بإذن الله تعالى. أكيد أخوي نايف. أيضاً سادة مشاهدين، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إجراءات جديدة لزيارة مرافقها تطبق فوراً على جميع مستشفياتها ضمن إجراءاتها لحماية صحة المرضى والزوار وكوادر الرعاية الصحية من مخاطر فيروس كورونا كوفيد-19. أكيد أوضحت مؤسسة حمد أنه لن يسمح بدخول الزوار لأي من المرافق الثلاث الرئيسية المخصصة لرعاية مرضى كوفيد-19، وهي مركز الأمراض الانتقالية، والمستشفى الميداني التابع لمستشفى حزم بيريك العام، والمستشفى الكوبي. وحددت المؤسسة إجراءات دخول المرافق غير المخصصة لكوفيد-19 على أن تعمل جميع المرافق غير المخصصة لكوفيد-19 وفقاً لمواعيد الزيارة التالية. ستكون ساعة الزيارة العامة يومياً من الساعة 3 عصراً إلى 8 مساءً. ويتوجب على الزوار إظهار تطبيق احتراز باللون الأخضر وارتداء الكمامة والخضوع لفحص درجة حرارة الجسم قبل الدخول. ويسمح بدخول زائر واحد فقط للمريض في كل مرة ولمدة 15 دقيقة فقط كحد أقصى، أن يسمح بدخول 3 زوار كحد أقصى خلال ساعات الزيارة العامة، ولا يسمح بتواجد مرافقين مع المرضى.
كذلك لا يسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات والزهور والشوكولاتة لمرافق أو لمرافق عفواً المستشفى، كما لا يسمح للأطفال دون سن 15 عاماً بزيارة المرضى بالمستشفى. وأكدت حمد الطبية أن تطبيق هذه التغييرات يأتي في إطار الحرص على حماية صحة وسلامة المرضى والزوار والعاملين بمرافق الرعاية الصحية، داعية الجمهور للتعاون. صراحة مشاهدي الكرام، كل الشكر لمؤسسة حمد على هذه الجهود اللي قايمين فيها. هذا طبعا بالتأكيد كل الإجراءات اللي صايرة الحين هذه أكيد حرصا وحفاظا على المرضى وعلى أيضا الزوار. أكيد أخوي محمد. وبنفس السياق تواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهودها في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كوفيد-19. نعم نايف، وفي ظل ازدياد الحالات على المستوى العالمي أصبحت الجرعة الثالثة ملاذا وحلا مهما جدا للحماية من حالة النشاط العالمية للفيروس. التواصل مع الرعاية الصحية الأولية ميسر جدا من خلال أرقامهم المتاحة للحصول على الجرعة. أكيد أخوي نايف. أيضا مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر، حيث أيضا تحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، يعمل مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر على تحقيق هذا التوازن وتشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئيا بما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر. تقرير التالي مشاهدي الكرام يرصد مجموعة من المعايير وما حققته أيضا المجلس في العام الماضي. ولن نعود. التنمية الحضرية وتطوير البنى التحتية عادة ما تكون على حساب البيئة الطبيعية الضحية الأولى للنمو السكاني والتطور العمراني. هذا ما تنبهت له دولة قطر منذ أن وضعت رؤيتها ل2030، فعمدت إلى رسم مخططات تدمج بين عمليات البناء والحفاظ على البيئة من خلال ما اصطلح على تسميته بالأبنية الخضراء. لهذه الغاية أنشئ مجلس قطر للمباني الخضراء، وانضمت قطر من خلاله إلى 80 دولة لديها مجالس مماثلة، والهدف من ذلك بناء قدرات المتخصصين في هذا القطاع من خلال التطوير المهني المستمر والبحوث. تعتمد الأبنية الخضراء على التكنولوجيا في البيئة العمرانية وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة والحد من النفايات، وهو ما جرى تطبيقه أثناء بناء ملاعب كأس العالم والمتحف الوطني. ويتوسع تطبيق هذا المفهوم من خلال مشاريع هيئة أشغال ووزارة البلدية والبيئة. البناء المستدام توجه يتسع نطاقه على المستوى العالمي ليشمل في المستقبل المفاهيم الذكية والبنية التحتية والمدن الذكية. إذن نعود لكم مشاهدينا الكرام وبنفس الموضوع، بمجلس قطر للأبنية الخضراء والذي يهدف إلى دعم الصحة والاستدامة الشاملة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادي على مدى الأجيال القادمة من خلال تطبيق معايير الأبنية المستدامة التي تسعى إلى تحسين جودة حياة الناس. فلتفاصيل أكثر يسرنا أن يكون معنا في الاستديو المهندس مشعل الشمري، وهو مدير مجلس قطر للمباني الخضراء. مساك الله بالخير ويسعدنا دائما تواجدك معنا في حياتنا. تسلم على استضافه ودائما سباقين تغطيه فعاليات المجلس. يا مرحبا بك المهندس مشعل. البدايه لو تحدثنا عن اهم الانشطه والفعاليات اللي طبعا قام فيها المجلس خلال عام 2021. طبعا انشطتنا في عام 2021 تنوعت بين المشاريع او الانظمه الفنيه. كان عندنا شغل كثير بالنسبه لمشروع المفتاح الاخضر او برنامج المفتاح الاخضر اللي تعاوننا فيه مع قطاع الضيافة اللي هو مختص في الفنادق الصديقة للبيئة، ووصلنا إلى 12 فندق حصل على تقييم المفتاح الأخضر.
وحاليا 20 فندق مسجلين في طور التنفيذ، والحمد لله يعني كان بالتعاون مع هيئة المشاريع والإرث وأيضا مع هيئة السياحة، لجنة المشاريع والإرث وهيئة السياحة كان دورهم كبير وفعال أيضا في نشر هذا المفهوم وتحفيز الفنادق أن تقدم على هذا البرنامج. مثل ما الكل عارف أن قطاع الضيافة تقريبا يستقطب أكثر من 1.5 مليار سائح سنويا، فمهم جدا أن مثل ما ذكرتوا في التقرير أن يكون عندنا مباني خضراء اللي تحافظ على البيئة، ونفس الوقت سلوك المستخدمين لهذه المباني يكون أيضا صديق البيئة. فلما يكون عندنا فندق مثلا حاصل على تقييم المفتاح الأخضر يكون في جزء توعوي أنه يوعي الزوار هذا الفندق أن الممارسات اللي قام فيها هذا الفندق على أساس أنه يحصل على التقييم. أيضا موظفين الفندق هذا يكون أيضا مشمولين أو يشاركون في نجاح الفندق في الوصول إلى هذا التقييم، وحتى الإدارات الفنية اللي موجودة ومطلوب بعض الأمور الفنية المفروض الفندق يحققها على أساس أنه يحصل على التقييم. وأيضا اشتغلنا في برنامج المدارس الصديقة للبيئة، طبعا بعد الجائحة وبدأت المدارس ترجع إلى تقريبا الحياة الطبيعية، فكان عندنا مشاركة كبيرة أيضا في انضمام العديد من المدارس للمدارس الصديقة للبيئة، وهو برنامج يمتد على مدى سنتين. المدرسة تنضم إلى برنامج المدارس الصديقة للبيئة، وهو برنامج عالمي في أكثر من 20 مليون طالب، فيبدون خلال سنتين مطلوب منهم أهداف يحققونها. والأهم من هذا أن البرنامج هذا يدار من الطلاب نفسهم، يعني مو ورش تدريبية أو برنامج فني نعطيه للطلاب، لا، هم يقومون بقيادة هذا البرنامج ويكون عندهم مشاركة أو معرفة بأهداف التنمية المتحدة للأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بحيث أن بداية حياتهم يكونون جزء من هذه الفعاليات. طبعا اطلقنا ايضا نظام تقييم الفعاليات الصديقه للبيئه، هو نظام مختص في الفعاليات نفسها، ونحاول نطبقه ان شاء الله على فعاليات بشكل اكبر. كان عندنا العديد من الفعاليات اللي حصلت على التقييم، مثل ما ذكرنا عندي مباني صديقه للبيئه، ويهمني ايضا تشغيلها يكون صديق للبيئه، سواء عندي متاحف او عندي ورش عمل او ايا كان نوع الفعاليه، ان تدار بطريقه صديقه للبيئه. مثلا اني امنع استخدام المواد البلاستيكية، دائما أحفز على استخدام المواد المعاد تدويرها أو المواد اللي ممكن أعيد استخدامها، يكون حتى الأطعمة المقدمة في هذه الفعاليات تكون أيضا صحية، جزء منها يكون صحي بحيث أن أنقل رسالة وجزء توعوي أيضا. طبعا شهر أكتوبر اللي فات اختتمنا فعاليات أسبوع قطر الاستدامة، كان عندنا أكثر من 340 فعالية وأكثر من 220 جهة مشاركة، وصلنا لأكثر من 150 ألف مشارك في هذه الفعاليات. الحمد لله كان نجاح كبير بالنسبة لنسخة أسبوع قطر الاستدامة هذا العام، حتى الرسائل النصية وحتى الرسائل التوعوية وصلت لأكثر من 1 مليون شخص في دولة قطر، وكان إنجاز صراحة كبير في هذا العام، طبعا بخلاف البرامج التدريبية والورش والمؤتمرات. يعني أنا ودي نرجع نركز أكثر على موضوع المفتاح الأخضر بالنسبة للفنادق، وتكلمنا فيه من قبل وشرحته، ولكن أبي الصورة توصل أكثر، شنو هي المعايير اللي اليوم لازم تطبقها الفنادق على أساس تأخذ هذه الشهادة من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء؟ طبعا نظام المفتاح الأخضر هو نظام عالمي، في كثير من الفنادق حول العالم منضمة لهذا البرنامج. يتم بداية تقييم الفندق من الأمور الفنية، أن أنظمة الإنارة اللي موجودة هل هي كفاءة عالية صديقة البيئة، أنظمة التكييف وأجهزة التكييف، ندرس أيضا حتى نوعية المواد المستخدمة، العزل داخل غرف الفندق نفسه، نسبة الإنارة الطبيعية، نسبة التهوية في أجهزة التكييف، طريقة إدارة المخلفات، هل المخلفات يتم التعامل معها بطريقة مناسبة؟ يعني مثل ما نعرف أن الفنادق تستهلك أو تنتج كثير مخلفات، سواء مخلفات بقايا الطعام أو حتى المخلفات اللي هو المواد الكيميائية اللي تستخدم في التنظيف أو أيا كانت، فطريقة حتى إدارتها تكون أيضا بطريقة معينة، إن أقلل إنتاج المخلفات، ويكون عندي حتى أسلوب إن أقدم وجبات صحية، طريقة إعادة تدوير النفايات نفسها تكون أيضا من ضمن الدراسة. فنبدأ تقييم هذا المبنى، أو هو الفندق بشكل عام، ممكن حتى يكون مطعم أو ممكن يكون سكن أو أيا كان، أنه من ضمن قطاع الضيافة. نسوي شغل نسميه جاب أناليسز أو تحليل مبدئي، أنه نشوف هل الفندق هذا قريب من أنه يحقق النتاج أو أنه يكون بعيد. ما نبي نضيف في النهاية تكلفة كبيرة على الفندق وفي النهاية ما راح يحقق المتطلبات المطلوبة، فنبدأ تقييمها وبعد هذا نعطي خطة عمل.
خطه عمل لنا طبعا نصائح من خلال ناس محترفين في هذا المجال، الامور الفنيه، هل محتاجين تغيرون انظمه الاناره، تحسنون نظام التكييف، تحسنون نسب العزل مثلا الموجوده في الفندق، تدوير الهواء اللي موجود، اناره طبيعيه، المخلفات وانواعها اللي موجوده في الفندق، نعطيهم نصائح ومتطلبات معينه، في متطلبات الزاميه لازم يحققها الفندق، وبحيث انه بعد فتره العمل تقريبا من 4 إلى 6 شهور على حسب جاهزيه الفندق نبدا في تقييمه وحصول على النتيجه. طبعا بدايه كان نظام جديد، الفنادق اللي كانت جاهزه هي الفنادق 4 و5 نجوم بحكم ان مبانيها تعتبر جيده ومواصفاتها جيده، وايضا كان عندهم الرغبه الكبيره ان فعلا يبون يطورون الفنادق هذه. فالحمد لله حقق معنا 12 فندق حاليا المتطلبات هذه. ومثل ما ذكرنا هو مو بس المتطلبات الفنيه، حتى دوري اني اشرك موظفين الفندق او المبنى هذا في الفعاليه، فالموظفين يكون جزء من هذه العمليه، نعطيهم دورات ايش اللي نقصده في المفتاح الاخضر او القطاع الضيافه الصديق للبيئه، ايش اللي مطلوب منا كاشخاص نعمل في هذا القطاع على اساس نحسن ادائنا، نحسن اعاده تدوير المخلفات. يعني مثلا بعض الفنادق حاليا ما ترمي النواتج مثلا الصابون او المخلفات اللي تبقى من الضيوف، يعاد استخدامها مثلا في المنظفات. بعض الفنادق على اساس انها تقلل انتاج المخلفات، طريقه توريد المواد الغذائيه مثلا ما توردها في كاس بلاستيكيه او حتى كرتون، لا تكون في مثلا اللي هو حافظات او حتى صوان بلاستيكيه او صناديق بلاستيكيه اللي ممكن يعيدون استخدامها اكثر من مره. نطلب منهم ان مثلا 60% من اجهزه الاناره او انظمه الاناره تكون كفاءه عاليه او انظمه كفؤه، نراجع الامور الفنيه ونعطيهم الملاحظات، وفي النهايه هو الفندق يقرر هل فعلا انه يقدر يلبي هذه المتطلبات. طبعا نحاول نساعده في الشغلات اللي نقدر عليها. ودور طبعا مهم للفنادق هذه ان حتى الزوار يتعرفون على الاستدامه او ان هذه المباني صديقه للبيئه، شلون وصلوا الى هذه المرحله، طبعا من خلال نشر وعي ايضا بالنسبه للزوار. صراحه انا توقعت ان المفتاح الاخضر هذا شيء سهل، بس على كل الاجراءات هذه طلع يبي له وقت طويل للواحد يوصله، يعني في اشياء دقيقه جدا. لكن اخوي مشعل احنا نبي نتكلم يعني اكثر وندقق اكثر على اهم الانجازات اللي قام فيها المجلس خلال الفتره الماضيه. طبعا مثل ما ذكرت احنا بالنسبه للامور الفنيه اطلقنا نظام الفعاليات الصديقه للبيئه وطبقناه في كثير من الفعاليات. احنا نقصد بالفعاليه اي فعاليه، سواء كان حتى بدايه من اجتماع بسيط ممكن يكون صديق للبيئه، الى حتى ممكن تكون حفله عرس او حتى فعاليه او مباراه كره قدم، فكل هذه فعاليات، اي فعاليه مؤتمر او حتى فعاليه، المعدل انتاج المخلفات كل شخص يزور الفعاليه سواء معرض او مؤتمر او اي فعاليه من 1.5 إلى 1.8 كيلو انتاج مخلفات يومي. فتخيل مثلا احنا سوينا دراسه مثلا على مهرجان قطر الاغذيه اللي كان 2019، وجدنا ان معدل الانتاج كان تقريبا 1.8 كيلو لكل شخص. تخيل زار المهرجان مثلا 400,000 شخص، فتقيس مدى انتاج المخلفات الكبير على فعاليه مثل هذه. فيهمنا ايضا وضعنا قواعد بسيطه، يعني سهله مو اللي صعب اللي تتحقق، لها ثلاث مراحل او ثلاث ليفلز او تدرجات. اللي حاب مثلا يسجل عن طريق الموقع الالكتروني ان انا عندي فعاليه والتزم بالمتطلبات هذه ويعبي الاستماره ويطرشها لنا، ياخذ اللي هو الليفل الاول. الليفل الثاني لا، يكون شوي في تدقيق اكثر، ممكن يكون في فحص عشوائي اذا كانت فعاليه اكبر وحاب يدخل على المستوى الثالث. المستوى الثالث طبعا لازم يطلع شخص مختص ويسوي اوديت او تقييم للفعاليه هذه، فهل فعلا هم ملتزمين في المتطلبات هذه او لا. مثل ما ذكرنا هي امور بسيطه بس بتحدث فرق كبير. يعني مثلا كان عندنا اخر فعاليه في مشيرب، الاكواب كلها اللي موجوده اللي هو معاد تدويرها، كان في من ضمن الخيارات كثير من الخيارات الصحيه ايضا للمستخدمين، معظم البوثات او الستاندات اللي تم تنفيذها هي من مواد قابله لاعاده الاستخدام، فكل هذه الامور تاخذ بعين الاعتبار. احنا ما نبي يكون عندنا فعاليه او معرض كبير وفي النهايه كل البوثات هذه او الانشاءات اللي تم انشائها في الموقع كلها تذهب الى المخلفات، ويكون يعني والعاده اذا ما كانت ممكن اعاده تدويرها بيكون التخلص منها صعب جدا، وما في عندنا المصانع او الجهات اللي ممكن تاخذها وتعيد استخدامها، ففي النهايه تذهب الى مكبات النفايات، وهذا اللي نحاول نقلله، لان التاثير او الضغط على مكبات النفايات يكون اقل ما يمكن.
نفس الشيء حتى بالنسبة للفنادق، عندنا نظام تقييم لمصانع إعادة التدوير. بالنسبة للفنادق الخضراء أو اللي تحصل على المفتاح الأخضر لازم يقدم، يكون عنده تقرير في إدارة المخلفات، هل هو يفصل المخلفات، المخلفات هذه وين تروح، ما تروح للمكبات نفايات، لا يتم إعادة تدويرها عن طريق الشركات مختصة، ويكون في عنده تقارير مختصة في هذا المجال. ونساعدهم نفس الشيء في نظام تقييم الشركات هذه، هل هي فعلا تقوم بالعمل الصحيح. يعني ما نبي احنا يكون عندنا فندق حاصل على المفتاح الأخضر وفي النهاية المخلفات ما نستفيد منها أو تذهب للمكبات، لا يكون في احنا نقول مصداقية في التقارير المنتجة من هذه الفنادق. نفس الشيء هذا ينطبق على الفعاليات، وأي شيء ممكن نسويه احنا مثلا سواء الفعاليات أو المباني أو الأمور هذه تكون فيها مصداقية وفيها نظام مراقبة. نعم. زين، أنتوا يعني ما شاء الله حققتوا إنجازات كبيرة، ودائما يعني الضيوف اللي تكون زياراتهم كثيرة بالنسبة للتلفزيون أو البرنامج، وذلك بسبب إنجازاتهم وتطورات اللي هم يقومون فيها. وأنتم ما شاء الله لو قعدنا بنتكلم على اللي سويتوه في 2021 ما بنخلص. فخلنا نروح حق 2022، شو اللي ناويين عليه؟ شنو الخطط اللي موجودة؟ طبعا احنا عندنا دائما نشوف الأمور اللي فيها احنا نقول اللي ممكن احنا نساهم فيها في السوق. مثلا ان مثل ما قلت لك اشتغلنا على أنظمة تقييم مختصة في هذه المجالات. السنة القادمة نحاول نركز إن شاء الله أكثر على مستوى صياغة استراتيجيات أو حتى وضع أفضل الممارسات. فبنركز على قطاعات مهمة، مثلا قطاع الاقتصاد الدائري، هو يعني الكل قاعد يشتغل على مبادرات وأنشطة، بس نبي احنا نقول إطار كامل انه ممكن شلون ممكن الصناعات هذه تساعد بعض. يعني على سبيل المثال لما نتكلم عن مبنى صديق البيئة وعنده تدوير مخلفات، طيب مخلفات هذه وين تروح؟ تروح الى شركة إدارة مخلفات، إدارة مخلفات بتوديها مثلا الى مصانع إعادة تدوير. طبعا الامور هذه احنا نحاول نساعد فيها، بس بشكل احنا نقول فردي او ان جهات معينه مثلا ممكن تساهم، جهات مو عارفه وين تروح مثلا. فلما تربطها باقتصاد مستدام او اقتصاد دائري يكون عندك صوره متكامله. يعني انت عارف متى، انت عارف الديمومه الاقتصاديه والاستدامه الاقتصاديه مهمه جدا لاي فعاليه. اذا ما كان فيها عائد اقتصادي على مثلا مصنع اعاده تدوير المخلفات بيسكر. شركة تدوير المخلفات إذا ما كان فيها عائد أيضا ما راح تقدر تكمل كشركة. فالهدف احنا طبعا ان احنا يكون عندنا نظام ان ندعم الحلقة هذه كاملة، بداية من المبنى تنتقل إلى شركة إدارة المخلفات إلى مصنع إعادة تدوير، والحلقة لازم تكتمل. فعشان ان مثلا مصنع إعادة تدوير لما يكون عنده منتجات، طيب من اللي يشتريها منه؟ إذا هو مصنع قام المفروض في دعم ان نشجع الجهات الاخرى تشتري المواد المعاد تدويرها، فيكون عندك حلقه متكامله. وهذا شغالين فيه مثلا في قطاع الضيافه. ضيافه يعني قاعد نسوي دراسه كامله عن موضوع الاقتصاد الدائري في هذا القطاع. ونفس الشيء بالنسبه للقطاعات الثانيه اللي عندنا، مثلا الفعاليات صديق البيئه، مثل ما نعرف احنا مقبلين على كاس العالم، بيكون عندنا اكثر من 1,200,000 زائر خلال شهر في دوله قطر. طيب شلون ممكن الجمهور هذا يكون تاثيره باقل ما يمكن على البيئه؟ صحيح ان عندي استادات بتكون صديقه البيئه او مباني صديقه البيئه او اخضراء، بس يهمني ايضا ان حتى عمليه تشغيل الفعاليه هذه ايضا تكون صديقه البيئه. والاخوان في لجنه الارث والمشاريع يعني ما شاء الله عليهم كثير فعالين في هذا المجال، بحيث ان شاء الله نوصل افضل الممارسات. عندنا تركيز على نظام الصحي، يعني بعد جائحه كورونا اشتغلنا على نظام اسمه ويل بالشراكه مع المجلس الامريكي للمباني الخضراء، وهذا نظام كثير فيه تفاصيل عن الصحه داخل المباني. المباني تكون ايضا صديق البيئه ونفس الوقت تكون مباني صحيه، في متطلبات معينه، نوعيه المواد المستخدمه، جوده الهواء الداخلي في هذه المباني، الاناره الطبيعيه، التهويه الطبيعيه لهذه المباني. يعني على هذا القياس بالنسبه للبرامج الثانيه. جميل. المهندس مشعل شمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، شكرا لك. الله يقويكم، ونترقب ان شاء الله تطورات قادمه بالنسبه لكم. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم بفقراتنا، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد. وتواصل الجهات المختصة جهودها
المستمرة في مجال التوعية بخصوص الجرائم الإلكترونية والتي تستهدف جميع فئات المجتمع. أكيد يعني مع ازدياد عدد ضحايا الاحتيال الإلكتروني من خلال الهواتف والحواسيب والذين يقعون فرائس لمحتالين يمتلكون أدوات في العالم الرقمي يتفننون في ابتكار طرق كثيرة للاحتيال في ظل الانتشار السريع للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الحديثة التي تتعدد أشكالها وأنماطها وتتزايد أيضا جهود التوعية من الطرف الآخر. أكيد أخي نايف، والحديث أكثر مشاهدينا الكرام بالتفصيل عن الإجراءات القانونية وعقوبات هذه الجرائم وما يتوجب فعله، صرنا نستضيف المحامي خالد المهندي، حياك الله معنا أستاذ، وصراحة نورتنا اليوم في برنامج حياتنا. مرحبا فيكم أستاذ الفاضل. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، سمو أمير هذا الوطن، شعب هذا الوطن. ونشكركم ونشكر المؤسسة القطرية للإعلام على هذه التوعية القانونية المستمرة التي لا تنقطع بهدف حماية المجتمع. ونرحب بالسادة المشاهدين والمستمعين، ونتمنى أن نكون أو نحقق الغاية من هذه المقابلة في نشر الوعي القانوني لديهم بإذن الله تعالى. يعني حديثنا بيكون مركز على الجرائم الإلكترونية، فلو نعرف الجرائم الإلكترونية قانونيا. طبعا ورد تعريف الجريمة الإلكترونية في المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث عرف الجريمة الإلكترونية بأنها كل فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة وبما يخالف أحكام هذا القانون. ولو نبسط هذا التعريف للسادة المشاهدين، هو كل فعل يهدف إلى الإضرار بالأفراد أو المؤسسات أو الجماعات ماديا أو معنويا وبما يخالف أحكام القانون. إذن كل فعل يرتكب من خلال وسيلة تقنية الهدف منه هو إلحاق الضرر بالفرد أو المجتمع أو الدولة يعد جريمة إلكترونية، حيث كلنا نعرف أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون. لذلك كل فعل ينطوي عليه إلحاق أذى أو ضرر بالأفراد أو الجماعات المؤسسات يعد جريمة إلكترونية، بشرط أن تكون الوسيلة تقنية أو الاستخدام أو مسرح الجريمة تقني. حلو. طيب أستاذ خالد، إحنا اللي نعرفه دائما نخاف منه، دائما نقول مثلا رابط على الواتساب وصل، هذا لا تبطل رابط دامك ما تعرف الرقم. إحنا بنعرف الأسلوب اللي ممكن المجرم يستخدمه، وش الحيل أو الطرق اللي يقدر الواحد إنه يوصل إلى البيانات الخاصة فيني في الهاتف النقال. أشكرك على هذا السؤال. طبعاً اليوم الجيل جيل المعلوماتية، العصر عصر المعلوماتية، ثورة التكنولوجيا التي أصبحت جزء كبير من حياتنا ولا نتخلى عنها ولا يمكن التخلي عنها. وبالتالي مثل ما تتطور وسائل التكنولوجيا، أيضاً هناك من هم يتربصون في تطوير الجريمة الإلكترونية، ومن تلك الأساليب أو صور الجريمة الإلكترونية هو الاحتيال الإلكتروني أو الاختراقات مثل ما تفضلت أنت بشأن هذا الرابط لإلحاق الضرر بك أو بهاتفك أو الاستيلاء على معلومات داخل الهاتف كبطاقات ائتمان أو صور شخصية أو ما إلى ذلك.
وبالتالي ينبغي هنا على الفرد أن إذا أتاه رابط أنه ما يقوم بفتح هذا الرابط، خاصة إذا من رقم مجهول أو حتى إذا نقل من شخص أنت تعرفه ولكن رابط عنوانه مجهول. ليس فقط الرابط، بل هناك للأسف محررات مزورة إلكترونيا كتعميم صادر من حد الوزارات، مزور إلكترونيا يصل عند شخص أو يراه شخص في مثلا في تويتر يقوم بنقله، تقوم أنت أيضا بنقله وتتبادلون وتقومون بنقل هذه الإشاعة أو نقل هذا المحرر المزور بدون علم، ولكن هذا ممكن أن يوقعك تحت طائلة القانون. لذلك يجب أن يكون لدى المجتمع أفراد ومؤسسات وعي من خطورة هذه الجريمة التي أصبحت تتطور بتطور الأجهزة. ولكن الحمد لله احنا اليوم في دولة قطر لدينا بناء مؤسساتي قوي. جديرا بالذكر أن نذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء خصص دائرة أو محكمة متخصصة في نظر الجرائم الإلكترونية، وهي الدائرة الثامنة، يرأسها القاضي الفاضل علي بن عبد الله للتسيمان، وهي متخصصة في نظر الجرائم الإلكترونية. أيضا لدينا نيابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية يرأسها أيضا السيد الفاضل حامد بن مرعي القحطاني، وهي متخصصة بتناول الجرائم الإلكترونية. لدينا أيضا إدارة في وزارة الداخلية، وصراحة إدارة يعني متطورة جدا وفيها كوادر وطنية يعني تم اختيارهم وتم تدريبهم ضباط وأفراد متخصصة أيضا في الجرائم الإلكترونية. إذن لدينا اليوم نحن بناء مؤسساتي قوي، لدينا استراتيجية في مكافحة، لدينا قوانين كالقانون رقم 14 سنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولكن أيضا تلك المنظومة لن تستطيع العمل بمفردها إلا بوعي المجتمع، والأهم من هذا كله هو الوعي الإعلامي، المقاربة الإعلامية القانونية، والتي تتفضلون مشكورين عليها دائما في إطلالات قانونية من محامين ومن رجال أمن. كل تلك الأمور تؤدي لحماية المجتمع ورفع الوعي الثقافي والوعي القانوني لدى الفرد والمجتمع. نعم أستاذ خالد، يعني الجرائم الإلكترونية ممكن تدخل في جانب المبتغى من ناحية الأموال، يعرف البيانات بالنسبة للبطاقات البنكية أو يخليك تشتري شيء أو يوهمك ببيع خدمة أو سلعة معينة، وفي طرف آخر يكون سعيه بأن يحصل على معلوماتك أو مواد كصور أو فيديوهات من هاتفك، وبالتالي يدخل لمرحلة الابتزاز. فهل تتساوى هذه الجرائم الإلكترونية بنفس التصنيف القانوني؟ سؤالك هذا أشكرك عليه، هو يتعلق طبعا بأنواع الجرائم الإلكترونية والتي نص عليها القانون سالف الذكر، سواء كان الاحتيال الإلكتروني أو التهديد أو الابتزاز أو الاختراق الإلكتروني. كل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون، بل هناك عقوبات أيضا رادعة نص عليها القانون تصل إلى 10 سنوات، وهي عقوبة من قام بتزوير محرر إلكتروني واستخدامه. أيضا كل من استغل، تصل العقوبة إلى 5 سنوات، كل من استغل طفل في اللي هي من جرائم المحتوى، مصنفة جرائم المحتوى، كل من استغل طفل في إنتاج مواد إباحية أو سوق إلى تلك المواد أو 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 تناقلها. إذن هناك عقوبات تبدأ يعني من 3 سنوات
تعد جنح إلى تصل إلى 10 سنوات وتعد طبعا جناية. أيضا هناك عقوبات على المؤسسات التي يمكن أن لا تتقيد بالقانون، أن لا توفر الحماية لعملائها، وملاحقة المدير المسؤول أيضا جنائيا. أما فيما يتعلق بجرائم الاستيلاء على الأموال بالطريقة الإلكترونية، كل العالم الآن يشهد هذه الظاهرة، بالعكس الظاهرة هذه صارت تتطور تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومؤسسات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، ولكن أيضا هناك تطور، وهذه هي المشكلة، أن التكنولوجيا كلنا نعلم أن حتى إصدارات الهواتف تتطور، ولكن ينبغي عليك أنت مثل ما اليوم هناك تطبيق في الهواتف الذكية الجديدة، بأنك يمكن أن تقوم بعملية دفع عبر تخزين بطاقتك في الهاتف عبر الجهاز الواي فاي هذا، ولكن ينبغي عليك أيضا أن يكون لديك باسورد خاص، أنك ما تترك جوالك في أي مكان مفتوح. ينبغي عليك أيضا أنك تتأكد أنك ما تسمح لأي شخص يبعث لك رابط بحيث أن يكون الهدف هو أخذ أرقام هذه البطاقة. أيضا ينبغي عليك التأكد من نقاط البيع الآمنة، أنا أتكلم في قطر الحمد لله نقاط البيع آمنة ومراقبة والأمر مسيطر عليه، ولكن أيضا نقاط البيع في الخارج، لما تسافر أنت للخارج تطلب من البنك فتح البطاقة لاستخدامها في الخارج لاستخدام هذا الأمر. يجب عليك أن تشتري من المتاجر الموثوق فيها. أيضا على سبيل المثال عدم التضحية بمعلوماتك الائتمانية داخل الهاتف النقال، وإذا سافرت مثلا أو في أي مثلا كوفي شوب جالس فيه، في البعض يأخذ خدمة الواي فاي، أنت ما تعلم أن خدمة الواي فاي هذه ممكن تكون مزورة، ممكن هناك في قرصان أو مجرم إلكتروني جالس أعطاك الواي فاي هذا وهمي بحيث تشبك عليه يأخذ منك جميع المعلومات. إذن احتفظ بالإرسال الخاص فيك، لا تثق في أي شبكة سواء في فندق داخل قطر أو خارج قطر، مثل ما نقول داخل قطر يعني الموضوع آمن ومراقبة أو متابعة، لكن إذا كنت خارج البلد وسكنت في فندق أو ذهبت إلى كوفي لا تستخدم الواي فاي، خاصة إذا معلوماتك الائتمانية كلها والبطاقة موجودة. كذلك لا تثق في أي رسالة على 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 البريد الإلكتروني، أحيانا أنت مثلا طالب أوردر أو طالب قطع من خارج الدولة ودافع وحاطط رقم البطاقة، تفاجأ يأتيك إيميل بأن ما تم الدفع يرجى إعادة الدفع، هذا الإيميل اتأكد أنه يبحث عن ضحية، وبالتالي ممكن أن يستولي على مبلغ من بطاقتك الائتمانية. يجب أن يكون أنت لديك أيضا وعي، الدولة مؤسسات تتصدى إلى هذا الأمر، ولكن ينبغي أيضا للأفراد أن يكون على وعي ثقافي وعلى وعي قانوني وألا يقعون ضحية. أيضا من صوب من أنواع الاحتيال شيء خطير أريد صراحة أن أنبه منه السادة المشاهدين، وهو أن بعض المحتالين يبحث عن أنماط جديدة وصور جديدة، من ضمنها ما يسمى بالمعالج الروحاني. هو ما يقدر يقولك ساحر لأنه عارف أنت بتخاف منه، إذا قالك ساحر يقول لك أنا معالج روحاني للتزويج، للتوظيف، لحل المشكلة بينك وبين صديقك، لحصولك على الترقية. وبالتالي أنت تدخل، أنت تواصلت معه تبي تشكيله وتبي الحل، ولكن هو ليس مختص وأيضا ليس لديه حل، فهناك من يتواصل معه في أسرار أسرية عائلية بهدف علاج وحل المشكلات ويتفاجأ. هذه قبل قلة المعرفة في التكنولوجيا، هذه كذلك قلة دين يعني بالضبط، إنك تتواصل ولكن معه. للأسف هو بدأ يغير، يقولك أنا معالج، يخفف أو يحط لك دعايات فيها في صفحته مثلا في الانستغرام أو ما إلى ذلك بحيث أنه يجذبك، وأن تمكننا من تزويج الفتاة، تمكننا من هذا، من المسكوت عنا في المجتمع، لا نريد أن نرفع الوعي. وبالتالي يبدأ يطلب منك أموال، يبدأ يطلب منك أنك أنت تتواصل معاه في رابط محدد، ثم يبتدي يستولي على صورك الخاصة، وتبدأ هنا على جريمة الابتزاز. نعم، هل
بتعطيني ولا أقوم بفضحك في الفيسبوك وهي أخطر جريمة من الجرائم الإلكترونية أو وبالتالي. ولكن هنا أنا أنصح كل من تعرض أو يسمعني حاليا وبدأ عنده نوع من الوعي وبالفعل كان متواصل أنه على طول من خلال خدمة مطراش اثنين أو يتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. شباب هناك مواطنين الضباط الأفراد راح يستقبلونه، راح على طول يأخذون بلاغة، راح يتبعون هذا الشخص إذا داخل قطر أو خارج قطر بالتواصل مع السلطات الصديقة. ولكن الأهم من ذلك هو حمايتك أنت، فلا تتمادى، توقف عند هذه من هذه اللحظة. صحيح. صراحة شكرا لك المحامي خالد المهندي على هذه على هذا التوضيح للسادة المشاهدين، وصراحة نورتنا اليوم في برنامج حياتنا. أنا أشكركم، أشكر هذه الاستضافة، وفي نهاية دائما أحب أن في يعني من خلال برنامجكم في نهاية كل حلقة أن أنا أقدم هدية قانونية. هدية اليوم للمشاهد المستمع هي المادة 54 من قانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية. نص هذا القانون على كل يعفى من العقوبة كل من قام بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة الإلكترونية قبل علم تلك السلطات يعفى، وحتى بعد علم السلطات والوصول للجناه والمجرمين يجوز للقاضي أن يعفيه من العقوبة أو ينزل بها إلى وقف التنفيذ إن يعني تمت الجريمة. ولذلك دائما كل من تورط مع شخص أو أغواه شخص بأن يرتكب جريمة إلكترونية عليها أن يتوقف، يذهب إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يقوم بإبلاغهم أو النيابة العامة ويقوم بإبلاغهم، إن شاء الله يعفى من هذا العقاب. أتمنى إن شاء الله أني كنت ضيف خفيف أكيد مع المشاهد وأوصلت المعلومات بالطريقة المناسبة، وشكرا لكم. لا خلا ولا عدم، إن شاء الله من علمك أستاذ خالد المهندي. ومشاهدينا إحنا مستمرين معاكم، وعلى ذكر المعالج الروحاني إذا تابعك في تويتر إنستغرام أي مكان عطب لك، وخلك معنا بعد الفاصل نكمل حديثنا بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. تحت شعار كلنا معا اختتم الجيل المبهر النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 اللي انطلق في حديقة الأكسجين بمؤسسة قطر. أكيد احتفل المهرجان المنظم بالتعاون مع مؤسسة قطر الشركة الاستراتيجي للمهرجان بالتضامن العربي من خلال أنشطة تفاعلية عديدة حضرها أكثر من 200 شاب وفتى من قطر والعالم، من بينهم مجموعة من القادة الشباب الذين مثلوا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021. عن هذه الفعالية يحدثنا ضيفنا السيد جاسم العلي مدير الفعاليات في اللجنة العليا للمشاريع والأرض. حياك الله معنا ونورتنا اليوم في الاستديو. الله يحييك أخوي، مساء عليكم مساء المشاهدين. يا مرحبا أخوي جاسم. يعني لو نتكلم عن اللي تم تقديمه في النسخة الثالثة من الجيل المبهر. طبعا في النسخة الثالثة من المهرجان، طبعا هذه أول نسخة بعد الجائحة، النسخة الثانية كانت أونلاين وذلك لظروف الجائحة. بالنسبة للنسخة الثالثة طبعا كان في مبادرة من قبل الجيل المبهر بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة أرور للتدريب والتنمية بعنوان هدف عربي مشترك. طبعا غير هذا الجانب جديد من الورش والجلسات التفاعلية والندوات اللي أقمناها في النسخة الثالثة. أكيد أخو جاسم، طبعا الجيل المبهر انطلق في عام 2009، يعني خلال هذه السنوات تقريبا 12 سنة، إيش اللي حقق هذا البرنامج؟ طبعا انطلاقة الجيل المبهر كانت بالتزامن مع تقديم ملف كأس العالم 2022 قطر 2022. استطاع البرنامج في خلال هالمسيرة إلى اليوم تحقيق الاستفادة 725 ألف مستفيد ما بين مباشر وغير مباشر،
ونطمح إن شاء الله في سنة 2022 نصل إلى 1,000,000 مستفيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني في بداية الخبر خبر محمد قال اللي هو شعاركم كلنا معا، صحيح، فشنو سبب اختيار هذا الشعار؟ طبعا كلنا معا مثل طبعا هو الاحتفاء بالتضامن العربي. المشاركين عندنا المشاركين من الدول العربية كلهم مشاركين في فيفا كأس العرب 2021، فهو بعد من ضمن يعني التجسيد التضامن العربي يعني، وخصوصا البطولة كانت أكبر تجسيد طبعا. أكيد أخوي جاسم، إحنا نبي نتكلم أيضا عن الحضور اللي حضروا هذا المهرجان. طبعا كان عندنا مجموعة حضور كبير من مجموعة القادة خارج قطر، ومن القادة الشباب من قطر ومحليا ودوليا. عندنا الحضور تقريبا ما بين 200 شاب وشابة، وطبعا كان عندنا في حفل الختام سعادة السيدة لولو بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث العام لوزارة الخارجية، وحضر حفل الختام أيضا نجم ديفيد بيكام والبطل الأولمبية المسلمة ابتهاج محمد. ما شاء الله، ليش ما قلتوا لي ديفيد بيكام موجود؟ نبي نسوي تحدي ركلات حرة إن شاء الله. إن شاء الله خليك معنا إن شاء الله في 2022 إن شاء الله بتشوف اللي يصير بإذن الله تعالى. التفاعل من الطرف الآخر من الحضور والمشاركين هل كان بقدر الطموح وبقدر التنسيق والترتيب اللي أنتم حضرتوه؟ طبعا احنا حسنا شوي لأن عندنا الله يسلمك عندنا الشركاء بعد كان عندهم جلسات وندوات. عندك مثلا كان يعني كشركاء عندنا تعليم فوق الجميع، عندنا وايز، عندنا الاتحاد العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكتفاعل شفنا تفاعل جدا ممتاز خصوصا في الأشياء اللي تساعد على التنمية الاجتماعية ومهارات القيادية أكثر. طيب احنا بنتكلم بعد عن الفعاليات القادمة للجيل المبكر، خاصة احنا خلاص يعني على أبواب كأس العالم. صحيح، اقدر اقول لك مثل ما تفضلت بما ان احنا يعني على الابواب، اقدر اقول لك ان يعني تقريبا الجيل المبهر له مشاركه ان شاء الله السنه القادمه في محليا ودوليا، لكن اقدر اقول لك يمكن اكبر شيء بيكون عندنا مهرجان الجيل المبهر 2022. الله يوفقكم ويقويكم ان شاء الله. السيد جاسم العلي مدير الفعاليات في اللجنه العليا للمشاريع والارث، قواكم الله، واحنا متابعين بصراحه لجهودكم و فعلا هي ديليفر اميزنج اللي قاعدين تسوونه. الله يعطيكم العافيه. يا مرحبا بك. ايضا الساده المشاهدين احنا تقريبا وصلنا اخوي نايف الى ختام حلقه هذا اليوم، صراحه اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا من خلال هذه الحلقه من خلال ضيوفنا ايضا المميزين. اكيد محمد ومشاهدينا، ولازم نكون كذلك متابعين للاخبار، واحنا قد ما نقدر نعطيكم المستجدات، وانصحكم بمتابعه الموقع الالكتروني لوزاره الصحه العامه في تحديث تم مؤخرا بالنسبه للاطار الذهبي في تطبيق احتراز، وتم تعديل المعلومه من الجرعه الثانيه، عندك 9 أشهر وليس 12 شهر للاستقرار على الاطار الذهبي، اذا عديت هذه المده فننصحك اكيد بالجرعه الثالثه للاحتفاظ بالاطار الذهبي. نشوفكم بكره بنفس التوقيت. فمان الله.